لاحظوا أيام معدودات تدل على أمرين، تدل على التيسير، تيسير لأن بعض الناس يستثقل، وتدل أيضا على طبعا أن الله لم يكلف هذه الأمة ما يشق عليه، المشقة تجلب التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكذلك أيضا تطمين للنفوس وتسلية، ترى حنا يعني في الشرع فرضنا عليكم الصيام لكن ما هو بالدهر كله، هو أيام معدودات، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يصوم وهو مقبل، وأن يستقبل الشهر الكريم لا بالموائد والأسواق، أو يستقبل الشهر الكريم بالأفلام والمسلسلات الهابطة والتمثيليات الماجنة والتواصل مع مواقع الافتراءات والشائعات. صم حتى عن الجوال وعن التغريد في رمضان، أمسك المصحف في رمضان، عش مع كتاب الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، رسولنا عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه، كان إذا دخل رمضان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الروح من الريح المرسلة. يا حسرة على كثير من الصائمين، نوم في النهار ثم مد السفر في الليل، وأفلام قنوات فضائية ومواقع التواصل وغيبة ونميمة وشائعات وافتراءات وقيل وقال. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الصوم مدرسة، ليس فقط أنك تمسك عن الطعام والشراب، هذا سهل. إذن هو يربي النفس على ما هو أكبر من ذلك. فاحذروا أيها الإخوة الشيطان ومن معه وشياطين الإنس والجن الذين يريدون أن يفسدوا صيامكم. وليحذر الإنسان من القيل والقال والخوض في الكلام، بالذات في ولاة الأمر، في العلماء، في الأئمة، في أهل الفضل والخير، يمسك لسانه حتى لا تضيع عليه الحسنات. يحتاج الإنسان، ما يمكن أن يصل إلى هذا النعيم في دخول الجنان وأيضا في العتق من النيران إلا حينما يحقق الصيام على الوجه المشروع.